السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وطالباتي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الأساسي من مدارس قرطاج الدولية، أنا معلمتكم بيان غنيم، معلمة التربية الإسلامية. سوف نبدأ اليوم بتلاوة آيات من سورة المزمل. الرجاء من طلابي الأعزاء فتح الكتاب صفحة 48 لكي نستمع معا إلى تلاوة القارئ. هيا مستعدون؟ سنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم. صدق الله العظيم. الآن أود من طلابي الأعزاء سماع الآية لأكثر من مرة، ومن ثم تلاوتها إلى أحد أفراد العائلة، وسأنتظر منكم فيديو مصور وأنتم تقومون بتلاوة الآيات. وفي الختام دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.